بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على حبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هلا بابي خوبا كم زانينو وانا شريني خوبا قور زانينين أثري جمارة ششتاتو هشتاو هشت أفرمي. أخبرنا عبيد الله ابن وليد الوصافي عن عبد الله ابن عبيد قال أوتي النبي صلى الله عليه وسلم بطعام فقالت له عائشة لو أكلت يا نبي الله وأنت متكئ كان أهون عليك، فأصغى بجبهته حتى كاد يمس الأرض بها، قال بل آكل كما يأكل العبد وأنا جالس كما يجلس العبد، وإنما أنا عبد. وكان النبي عليه السلام يجلس محتفزا. أفرمي عائشة خاتون فرمي خواردني كان هنا بو رسول الله صلى الله عليه وسلم منش كبينين ما عندو رسول الله صلى الله عليه وسلم متمي بيغمري خواه صلى الله عليه وسلم خوزقايا شان الداعي بإسراحة خواردنا كده خوارد أسان تربو بود باشتريش بشوتة ده. فرمي رسول الله صلى الله عليه وسلم الرومتي زينو كردوا لا عبدكو لا زويكو خريق ببريئكو انجا فرمي من عبدم وكو عبد أخوم وكو عبد إجدانيش. وأفرمي رسول الله صلى الله عليه وسلم هم مجارك دانيش بولان خواردن قاتش أغاني كو كردو باريكي وقجو قيتي دانيش نالي أخوارد. جمارة ششتاتو هشتاونو يعني ما ثرابيا معنا لك كاتيق نعمتي توشا بي الثرابيا شواي بيوتين خود بقورة مزانا خوبا كم زاني مرتخبو الله جل جلاله. أما يدوامي جفرمي لكاتي نان خواردنيشا خود بقورة مزانا طبيعي دامنيشا وكو عبد أكبيخو. ثالي ششتط واشتاونو أخبرني محمد بن إسحاق قال حدثني عبد الله بن أبي بكر وابن أبي نجيح ويحيى بن عباد قالوا أقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى وقف بذي الطوى وهو معتجر ببرد حبرة، فلما اجتمعت إليه خيوله ورأى ما أكرمه الله تواضع لله وخشع حتى إن عنثونه لتمس واسطة رحله. فرمي رسول الله صلى الله عليه وسلم لفتح مكة يعني كانت كريب وفتح مكة دهزار سواري لقلبه رسول الله صلى الله عليه وسلم. فرمي لذي الطوى أسبكاني راقرتو بخوشي وستاو همو أسب سوارا كان لبشتي وابون لو كاتا رسول الله صلى الله عليه وسلم كاو همو خلقي ببشتوه همو أسب سوارا ولسر أسبكي خويتي لبري اوي بوز لي أخوي بقورة بزانية. فرمي تواضع عنوان وسري دانوان هتاوكو خريق بو ريشي بر قوشي زيني أسبكي كود أو أنا سري نزم كرده وسري دانوان يعني لو كانت أنك لو طريق ما يهز ولا صلاة هشتا رسول الله صلى الله عليه وسلم خوبا كم زانين دل خانك خوبا قور زانين. جمار ششتطو نود فرمي أخبرنا المسعودي عن عمرو بن مرة عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله قال اضطجع رسول الله صلى الله عليه وسلم على حصير فآثر الحصير بجلده، فلما استيقظ جعلت أمسح عنه وأقول يا رسول الله ألا آذنتني قبل أن تنام على هذا الحصير فأبسط لك عليه شيئا يقيك منه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لي وللدنيا وما للدنيا ولي، ما أنا والدنيا إلا كراكب استظل في ضوء أو ظل شجرة ثم راح وتركها. أفرمي عبد الله كريم مسعود جارك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لسر حصيره بالك وتبو خويلك كخبري بو تماشام كد شويني حصيره ككل خرمه دروس كلا ولا بلكي خرمه لا فرس وكان يدر كوتو. فرمت مي بيغمري خوا صلى الله عليه وسلم خوز جاي بيت بوت ما اشتكي نرب من بسره حصيره دخسته ان جاب خوتي ده. فرمي له قالوا شاد اسمعنا بشويني حصيره كان. فرمي رسول الله صلى الله عليه وسلم فرمي
من ودنيا شي بيك معنا وبستيتو ياخذ دنيا ومن شي بيك معنا وبستيتو من تنها وكو اسب سوارك وام كل سيبرك ما عنده يتيخو ما حوي نموا اذا سيبري دارك بيا سيبري ديوارك ودواتر برو قيامتي خو مرم يعني دنيا او انا هنا تكبري بوكيتو لسر فرشي او ريشمو بابتان بخوي ثلج ما رشرصتنا ويقفر ما اخبرنا يحيى بن ايوب عن عبيد الله بن زحل عن علي بن يزيد عن القاسم قال عن أبي أمامة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن أغبط أولياء الله عنده المؤمن خفيف الحاذ ذو حظ من صلاة أحسن عبادة ربه في السر وكان غامضا في الناس لا يشار إليه بالأصابع وكان رزقه كفافا فصبر على ذلك ثم نقض بيده فقال أجلت منيته قلت بواكيه قل تراثه فرمي رسول الله صلى الله عليه وسلم فرمي أو دوستي الله جل جلاله لنا وإيمان دارانا كلا رجي قيامته خلق زور بي إريبي باكيه إيمان دارك كدنياي بس هذا يقرتوا بكوليا ونقرتوا بس وكي قرتوا يدي نيجاكاني بجوانية كاو يعني بارزي بفرض وسنته عبادتي الله جل جلاله لنهينيا زور جوان تركا تاوكو لأشكرايا لناو خلقيا نناسراوا خلق بنجيب ورانا كيشي ورزق روزيو دسكوتي هرب قدر اويك رجهانا بكاريه يعني وصر فيك صبر لسر واقري فرمي باشا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم دستكاني بوشي اوكو كردو فرمي بوشي او صبر اقري وميني توبة نطولي حتى اوكم بردند يا بوي كوفاتي جكا زو وفاتك روحي باساني درج واواني لسر يقرين كمن وأو مالشي بكادي يعني زور كما شري لسرنا كريدو أخو أأو وليكي الله جل جلاله لروش قيامة زور ترين كزيري بيبا ثالي جمارة شرطتنا وتدو فرميو بهذا الإسناد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال عرض علي ربي تبارك وتعالى ليجعل لي بطحاء مكة الذهب فقلت لا يا رب ولكن أشبع يوما وأجوع يوما أو قال ثلاثا أو نحو ذلك فإذا جعت تضرعت إليك وذكرتك وإذا شبعت حمدتك وشكرتك فرمي رسول الله صلى الله عليه وسلم فرمي الله جل جلاله وحيبون أردمو فرمي يقال بيت خوش بطحاء كدولك لمكة هرهم يبوب رأكم لعالطون تمي برورد قارم أو منعبه بل كروجك برسيب مروجك كتير بم ياخد سيروش برسيب مسيروش تير بم أو كاتاني كبرسيم زياتر لتوبة بحارمو وهو كاتانشي كتير من زياتر سواس مستعيش الكم بابي جمارة ساطو شوارة فرمي باب في كراهية البنيان طبعا بابا لرا بردوا لسري روشتي ليرا دو أثري هنا وهر دو أثركش ضعيفة بخير أي أنكين بكردي تيبارين شرصاتو نواتو سي فرمي أخبرنا جرير بن حازم عن رجل عن سعيد بن مسيب قال قيل يا رسول الله لو بنيته يعني المسجد قال لا بل جرائد على أعواد الشأن أعجل من ذلك فالميوتي يعني في غماري خواه صلى الله عليه وسلم خواه زقايا أم مزقوتت تنو طولت لكر بخشتي بهستر دروسي لكر وسقفك يجوان أقرت بقرو سواخد أداو بارزراوب لباب ورانو أو بابتانا فرمي رسول الله صلى الله عليه وسلم فرمي نعب بإذنك باهرو كومالا بالك خرمايا بلسر وقدو ديوارانا مردن زور خيرات للو ثلاثة هيز ضعيفة بلام لإمام عمر وهاتوا كما زغوتا كان تنو طول بكرة بكالكين يجو عبادت بي ومسلمانان بارز لسرما وقرما بلام زخرفو ديكورو بابتان زور قرنجي بحينا دري ورسول الله صلى الله عليه وسلم زخرفو ديكوري مزغوتا كان سيما مزغوتا كي خومان زخرفو ديكورو وبابتان زور بيوانية بس هذا يدرس كراوة فصحفتا دفتري تيجو بلا مزگوت هي هلا ايموسي صد دفتري تيچو گرنگي درا و زغرفو شوشي لا تركيا و بوهن را و چي بوهن را و طبقي شوشي 15 ورقي پيدرا يعني وراسي پاري چوار مزگوتي او کوم مزگوتي ميتي اثر فكرا ولا كاتك مزگوتي ما گورتري شلو
أي أما أخوي بيرو الجار بي خوشني أما رواني لم ديني إما أو إسراف زيادة ربي أبو الشي ولا ديكورو لو بابتانا أو بارز ولا سرف كيتك همو باري مسلماني شفاق الوجار ليك وكيت ولي ولا دي تو بو يكي بزغرفة تبيسي بوي ما مصايكي باشي ودينا كيف في الكاتي يعني. رسول الله صلى الله عليه وسلم بو مزقوتا كي خوي فرمي الشأن أعجل من ذلك بردن زور خيرات رلوه مزقوتك زو طاوبي وبكل فيكي كم مسلمانان تياكو ابنو زو درس بخير انو دين داري بكن عبادتي تياب كان باشتر لو يدرنك طاوبي وزوري تياب تيو مسلمانان فري عبادتي دين داري زياتر نكون ششتتنا وتشوار اخبرنا ابن عيينة عن عمرو بن دينار عن ابي جعفر قال قالوا يا رسول الله هذه يعنون المساجد يقولون طينة قال لا بل عرش كعرش موسى يعني العريش أفرميها تنبولاي في غمري خواه صلى الله عليه وسلم وثاني في غمري خواه صلى الله عليه وسلم وتو مزقوتك ديوارا كان يدروس كردو بحيات بودانا وبعيمش هول بدين سركي انجاو سابة تختا ينقر انجاو دوائي بقرا ينقر دو قرا كان سواغا وان ليكر كيتر او دانا خوزقا يواما ليب كردا رسول الله صلى الله عليه وسلم فرمينا با عريج به با عرو بالك خرمانا بيوكو چون جيغا عبادتو كوبون عبني اسرائيل كموسى دروسي كردو بوشيو بهر وكو بتواضعي بيولوج بي هيك لان شان كاني قيامه تعالوا ولا كدني مزقوت كانوا تشولوني شي باب شمار سطو بينج فرمي بابو باب في الرضا بالدون من العيش افرمي اما بابك بوم دارشتوي لباري رازيبون و بجياني كساده وكم يعني هاول بدي ساده بجيد و بدس كوتكي كم و بجيويكي كم جيانت باريبكي نواك هول بدي هر هالببكي بدواي زياتر و زورتر و خوشتر و باشتر ابروي چونك براسي و اخلاقي مسلمان نيا هالبا كردن بو دنيا نابي مسلمان بوشي و هالبا بو دنيا بكعبه باوي كهيتي راسي بي. رسول الله صلى الله عليه وسلم فرمي وارضي بما قسم الله لك تكن اغنى الناس نالي ترمزيه ترمزيه تو بصحيح هي فرمي رازي بابويك الله جل جلاله بيداوي تو ابيتا بيني استرين كس بيني ازبي لهم مخلوقه بلا مولا يا رازي نبي بو الله بيداوي يروي دس يجي كس ما شكيت وجي كويلاتيك بو رازي بابا شي الله جل جلاله تو بابو كسيك رزق كفافا وقنع بما اتاه الله امج فرمودي صحيح رسول الله صلى الله عليه وسلم فرمي نا وراسي بهش بوك سيكا رزقك هي هربشي بجي ورجكيك قناعتي هي بويك الله بيدا تو بهشتي ده قربوشي غريجنا هر هالباكي تو راكي تو دين داري وعلمي شرعي وبابتانا همي ولا اني بو دنيا وبراسي كارسات ثاني جمارة شرصتنا وتبينجا فرمي أخبرنا ابن لهيعة أن بكر بن سواد تحدثه أن حنش حدثه أن أم أيمن غربلت دقيقا لتصنع لرسول الله صلى الله عليه وسلم رغيفا فمر بها النبي عليه الصلاة والسلام فقال ما هذا؟ فقال الطعام نصنعه في أرضنا فأحببت أن أضع لك رغيفا أصنع لك رغيفا قال لها النبي صلى الله عليه وسلم رديه ثم عجنيه فرمي أم أيمن بي خوش بو خواردنك بو رسول الله صلى الله عليه وسلم دروس بك أردي هنا دا سيكر ببيع جانوي بوي وردكي بقري كبككي لابري كيسام رو خلقية مش براسي يعني كبككي لابا وردكي أخوة لكاتيكا كبككي تيابي بو معيدي بوري خولي بو همشتكي شي باشتر فرمي رسول الله صلى الله عليه وسلم بيني خريكي وكاري فرمي بو أكي لو هرنا فرمي والله ما وردك يبقى جرمونا يعني كي جواني بطول يدرس كم شا يستبتو بي خوي رسول الله صلى الله عليه وسلم فرمي اشتوامك تيكالي كرو همي بيك وبشيلو كل يركي يدرس كم نعنى كي يدرس كبي خوي جمال شرصتنا وتشاشة فرمي اخبرنا حيوة بن شريح عن عمرو بن مالك أن حميد بن زياد حدثه عن يزيد بن قصيط أن النبي صلى الله عليه وسلم أتي بسويق من سويق اللوز فلما أخيض قال ما هذا قال سويق قال أخيروه عني هذا شراب المترفين طبعا مثلي هنا يأتي ضعيفة أفرمي جاري كان
سويق يعني هنا أبو رسول الله صلى الله عليه وسلم كبريت يلا هارا ويقنم ياخذ جو وتيك الله وكريبا تيك الله وكريبا قال جوريق لرونا ياخذ جوريق لشوري حيوان أو عنايا قال يا دروس سكري وخارني كي خوش اللي دروس سكنو ويبيو تري سويق زور بأساني بقرقا سوق بي وشت أخواره بوي وي بيالا مخو من باسوقي بيالا ينيا سجوقي بيالا ين دروس يكين لا دروس سكري لا خرما ودروس سكري لا تري ولو بابتاني تن أفرمي هنا أن بو رسول الله صلى الله عليه وسلم أفرمي وچيا تيانو سواقي هنا وما نبي خويتو فرمي نعمه أما خوادنا ويك زياتر مترافة كان يخون يعني وانيك حزكا لدنيا هموش يشو خوش يك هل مجد هرب دواي خوشي دنيا وان جو با قيامت نادا بلا مثلك ضعيفة بلا من القرآن الله جل جلاله وزور جار زميو كساني كردوا كأهلي طرف يعني طرف عيشة كرد عيشة كرد طرف جيان وخوشي وشادي وواء قرد زياتر يعني بابلين هول أدن أوي هواء وآرز وحز وشهوتي يعني بدأ سيبينو شجي لبينو جوانا دن بقيامته بديانة إخوان أثري جمار شرصت ونوت وحود فرمي أخبرنا سفيان وعن عاصم عن أبي عثمان قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فتعرض للمسألة فقال له النبي صلى الله عليه وسلم لكم طعاما قال نعم قال أفتطبخون وتنضجون وتطيبون قال نعم قال ألكم شراب قال نعم قال فتبردون وتنظفون قال نعم قال فجمعتها جميعا في البطن قال نعم قال فأين معادها قال الله ورسوله أعلم قال فإن معادها كمعاد الدنيا قم إلى خلف بيتك فأمسك على أنفك من نتن ريحها فرمي بيابك هب ولي رسول الله صلى الله عليه وسلم داوي مالو سروت سامانو بجيبي ليك رسول الله صلى الله عليه وسلم فرمي خوراك تانهي لما علو فرمي بلي فرمي لي أكلينن ولي برجينن ولي خوشكن ودروسيكن فرمي بلي فرمي خواردنا وتانهي لما علو فرمي بلي فرمي سارديكن وأي خونا وخوشتاني بباككن وفرمي بلي فرمي هر همو إلى سكتانا كوبيتو أي خون دانيشن لسر سفرة فرمي بلي فرمي باشا سر انجامي أما همو باكيو يجا أم خوشي جيانا سر انجامكي باكيو يجا كتو يسهاتوي هشتو داواجك فرمي الله ورسول الله زان فرمي هر وك أواك هلاسي أشيتا تواليتو همو يروكي لبيد وعيلو تيقريد هناسة تقريب ويبوني أو بيسايا نكي كاو بيسايا سرنجامكي سرنجامي چيه سرنجامي او خوراك خوشي كبوشي ودرست كردو اتخوار بيو فرمي الدنيا همي آوايا سرنجامكي او ايكا كردو تتيايا ابيتا هو يو ايدو چاري سزاونا راحت يكاني قيامت ابكا روكو شو نوخوار نشكاي خوي دو چاري ناراحتي او تواليتو او بوانو براميتك بابي صاتو شاشة فرمي باب الزهد في الدنيا وكراهية التكاثر فرمي بابك بوم دارشتي لباري ويكتو دنيا نويس بي دنيا نويس بي بچي بويكا زور كو نكيتو على خود او يهتا او دبس بي حلبا نكيتو هر هولي دنيا تنب طبعا زهد بريتيا لا النظر الى الدنيا بعين الزوال ابن مبارك خوي بقى فرمي زهد لدنيا بريتيا لوي وقت ما شاي دنيا بكيكا هتا هتا عيني لبينة شي طواب او جياني دنيا كتو او حلقي بوكي خوتي بو بري خوتي بوكو جي لبينة شي طواب او همو مالو سروتو سامانا او همو كسابتا او همو خوما عندو كردنا هر وان ديلي اخوي كرسقي خوتا او يتري همو يبجي اماني كبو شيو تماشات كري ترونا وابستي ودنيا انا بيو انا وابستي شي جكاني نبي ولكو هولك بو قيامتي هذه بو سفياني ثوريه فرمي الزهد هو قصر الامل الزهد بريتيا لويكا وميادة لسر دنيا هل نبيتي ها
هل نتشني بلاي بالكو روج يا قدي ازو من اقري مو بلا يا الله شو دري جي دنيا دنو اغنا خو زه دواني كتو جلي خراب لبركيتو و ابا يقبي بسر شانتا خذ لخلق كيبا اولياء الشيخ او زهدني او بابتك او خود الخسر و برسيارك ليلة جنيدة فرمي زهد بريتيا لشي فرمي عدم الحزن على إدبار الدنيا وعدم الفرح على إقبالها فرمي بريتيا لويك خافت النخوي لويك دنيا لدست دروا وضل خوش جنبي بويك دنيا بلو رد او الزهد إمام أحمد فرمي زهد سيبلي فليه كميان الزهد من الحرام بنياز بلا حرام كاو واجب لسرها مو مسلمان بنياز بلا حرام اقل بنياز بلا حرام وتو زاهدي لنزم ترين فلا كاما الزهدي عوامش الزهد من فضول الحلال فلي دوامي زهد بريتيا لوي كاو حلالش يدس يا كبير ولا زيادة كي بنياز بي زيادة كي نوي هربش إخوته بيه لدنيا أما زهدي خواصي بيه وتريك سانك هل بجير رابي الله جل جلاله أم زهدا أكن فليس يمي بريتيا لشي ترك ما يشغل عن الله بنياز بي ودس هل قريلة هرشتك كمشغول دكا بخويا وو لا الله دولا خاتو لا قسو كردار وخواردن وخواردن ودنيا وهموشتي چي مشغول يا كاب اخويا ناهي لي مشغول بي بخوا ده سيلي هل قريدور كويت ولي كاوا بريتيا لزهد العارفين زهد يوك ساني كعارف با الله ازانن الله جل جلاله وجزاتك حقي اذن وقدر يزانن واجزان قيامه شروجك اخواني بو امادان هر ابن مبارك خويا فرمي الزهد ترك ما لا ينفع في الآخرة الزهد بريتيا لوي كواز بيني لهرش تبكر في قيامته لا والورع ترك ما يضر في الآخرة ورع بريتيا لوي واز لهرش تبيني كما ترسيه يا بوسر قيامته التفسير آياتي الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا سفياني ثورية فرمي أيكم أزهد فيها الله جل جلاله جيان ومردني دروس كردو ودنياي دروس كردو يوي خلق كردو لناوي أبو تاقيتان كاتا وكامتان دنيا نويست قيامت يوي رسول الله صلى الله عليه وسلم لفرمو ديكا فرمي أزهد في الدنيا يحبك الله وزهد فيما عند الناس يحبك الناس هيج كزلي من يحزنك الله جل جلاله خوشي بها وحزيجنك كخلقي خوشي بها أتوي خوشي بستير دولة بدس بهني بزهد بدس يعني بغير زهد ناتواني بدس بهني دنيا نويس با الله خوشي بها بنياس با لو لدسي خلقي شاء خلقيش خوشي بها وزهد بوخوي دو بشا دو قسمة الزهد مادي كاو بيو دري الزهد عن زغر في الدنيا بنياز بي لشتا مادية كاني دنيا لجلو برقو قاردن وقاردن وفار وسروة وسامان وهوا وعرز وشهوة كانت همي بنياز بي لي رضا من دي الله دبي او زهد لماديات دعاي زهد لمعنويات زهد لمعنويات مش زهديك لذا صلاة بلو باي وناو ناو بانقو بابتا حزبين بيت اوش زهد لمعنويات امدو زهد لأخوات عكوبكر وإن شاء الله كسيكي زاهدي وام زهدانا بوخيان بدلو بجستش أكريان إمام عمر رحمة إخوائي برورد قالي ليه بيفرمي الزهد في الدنيا راحة القلب والبدن او كسي لدنيا يا زاهد بيا دنيا نويز بيا أسودي دلو أسودي جستجبه بس يعني
علي كوري ابو طالب فرمي من زهد في الدنيا هانت عليه المصائب وكسيك دنيا نويز بيه مصيبة كان أسان بن لسري قرزنا بن لسري وكاري قري لسر بجينا عارم بولا بروي هرشي مصيبة لدنيا يروى دا كتوش دنيا نويز بحر ربدا بخوتي إمام مالك فرمي ما زهد أحد في الدنيا إلا نطق بالحكمة هركس إلى دنيا زاهد بوبي إلا الله جل جلاله زباني فاراو كردو همقسا كاني برلا حكمة بون أمر بوق سيبر حكمة نماو ألا بروي خلق زاهدني إلى دنيا بلكو دنيا يوي وقيامتي وازلي هنا والله جل جلاله هرشاك فرمي بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إيوا جياني دنيا هلب جيرن بسر قيامتها لكاتك قيامت باشتر بوتان كواتك قيامتها هل نبجاد دنيا هلب جاد زرر لخوتي قيامت اللدسي فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى الله جل جلاله فرمي هر كسي زيادة رويبك فرمانا كاني الله بشكياني قدغ كاني بشكياني جيو بيانا دابرو جياني دنيا هل بجاري بسر قيامتها بلا جاري بابخهم وبكم ودنيا هلوشم هر كمرد فإن الجحيم هي المأوى جهنم شوانيتي هل لك وركيه ودرقاي جهنم يبوك ليتو تاروجي قيامتي جستنايو أما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى وهر كسيكيش بترسي لسزاي الله نفسي خوي بقريته ولا هوا وارز وكان وخوش يكان دنيا وتشيجا كان وشهوة كان وقيامتها البجيري عوش بيني بحشتا هار كمرد قورك يبي باخير باخ كاني بحش أثر كان كيناوني أثر جمالا ششطط نوتو هشتا فرمي أخبرنا إسماعيل بن أبي خالد عن قيس بن أبي حازم عن مستورد بن شداد أحد بني فهر قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول والله ما الدنيا في الآخرة إلا كما يجعل أحدكم أصبعه في اليم فلينظر بما ترجع مستوردي قريش شداد فرمي جم ليبو رسول الله صلى الله عليه وسلم يفرمو سوين بأ الله نموني دنيا لتاو قيامتها وكو تيوا وكو فنجيك يكتانوا كبيكا ببحريكا ودري بيناتو بات ما شاي فنجيبكا بزانيا چاني لآوي او بحري هل قرتو او دريا چاني اوكي كمي كردو يعني يقرتو لدنيا هزار سال بجيد باشا هاموشي لخوشي وچي جنازو نعمتا لچاو نعمتا كاني بهشتا چاني دبدا زيناو بقدر او اود بد زینا وکب پنجت و یکات کدو ته بحر ایتو بو بم تو ز اوی ب پنجت و بحر ک واز لبنی بو چی تو نتی تشکی بو ناشت سزا کانی شی بو شی و چی ناراحت دنیا هیتو شی به صبر لگل لسر بگری لچاو جهنم او گچی و پنجت کرد به بو اوی دره نه و براسی هیچ انسان یک بو او تو زه اوی به پنجه ویتی واز د دریا او نه نه کپیس پیت او رسول الله صلی الله علیه وسلم نمو نه بدنیا او بقیامت هنه تو شرصتنا وتنو اخبرنا شعبه عن قتاده قال سمعت مطرفا يحدث عن ابيه انه انتهى الى النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقرا الهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر يقول ابن ادم مالي مالي وهل لك من مالك الا ما اكلت فافنيت والبست فابليت او تصدقت فاعطيت أفرمي مطرف باوكم بجرام وفرمي جملة أبو رسول الله صلى الله عليه وسلم أم سورة إخوان ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر هل بابو دنيا وكو كردنوي زور لدنيا بهلاك تانبا لنا وتانبا ودركيام حقيقتنا ناكن تاقا نقورا كانتان كاش نقورا كانتان أنجا أسانن أوهموا هولي داتان بو دنيا وكوتان كردو ليتان بدس هنا بيكالق بو أوتاني لقوركا هجي تان بينيا أنجا فرمي رسول الله صلى الله عليه وسلم إنسان لدنيا هر بارا 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 هر كاسابت 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 هر كو كردنوي مال وسروت وسامان وهولدان بو أو خريكي ويا بلا منازاني لو مالي
بشكي خوارتو لناود برد بشكي كرده بجلو برقو درانت لو ما رد هرود بوامينتو كا بخشي وتلف يا نبي الله جل جلاله هرود بوامينتو ويشي بوامينتو هم يتياج بي رسول الله صلى الله عليه وسلم لفرمو ديكا فرمي لو كان لبني آدم وادياني من ذهب تمنى الثالثة قال إنسان دود والله عالطوني هبه هوا خوازب وسيم وما يملأ جوف ابني آدم إلا التراب چی واله انسان که ایتر بله پارم نه و سروت من نه لی خوش بونی الله مه گار که خالی به سر اکری ایتر چه و کانی و با خالکانی پر به لخال و کات آزانه ابوای هولی بده لی خوش بونی الله به دست بهنه جل جلاله لی رداسی انشالله درسی داد و دست بیکنون و الحمدلله رب العالمین.